هذا يسأل عن مسلم مات في بلاد كفار، مات في بلاد كفار ودفن في مقبرة الكفار ولم يصلى عليه، هذه نتيجة أن المسلم يعيش مع الكفار، ما هذا يسبب له الأمور هذه؟ لكن هو يقول أنه بعد مدة أخرج من مقبرة الكفار وصلي عليه، الحمد لله حصل المقصود، حصل المقصود. إذا كان إخوانه المسلمون خرجوه من مقبرة الكفار ودفنوه في مقبرة المسلمين وصلوا عليه حصل المقصود والحمد لله.